السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله غادي نعمل معكم طاجين مغربي باللحم والخضر على بركة الله. بالنسبة للطاجين وضعته على النار في الأول تتكون متوسطة الحرارة. غادي نضيف قطرات ديال الزيت ونضيف اللحم. بالنسبة للحم يعني الكمية المتوفرة عندك يعني على حساب كل واحد وعلى حساب أفراد العائلة. غادي نحاول نبداو نقليو فيه يعني نبداو نقلب فيه من الجوانب كلها كما تيبان لكم. حاولوا بالنسبة للطاجين ما تيبغيش يطيب على نار مرتفعة الحرارة باش يطيب كل شيء على القياس دياله كما تيبان لكم. ان شاء الله غادي نحاول ندير نصف ديال البصله مشلضه غادي نوضعها عليه من الفوق. بسم الله كما تيبان لكم في الاول تنضيف غير النصف بصلة تتكون صغيرة. تنحاول نبداو نحركو فيها. سامحوني الوقت اللي ضفت البصلة كانت الإضاءة شوية ماشي هاديك. غادي نضيف شوية ديال الملحة والإبزار غير باش تقلى لينا داك اللحم مع البصل ويجينا بنين إن شاء الله. كما تيبان لكم غادي نبدا نحرك فيه شوية. من بعدها غادي ندير شرائح يعني ديال البصل تحت من اللحم كما بان لكم. يعني الطاجين فرشتو بالبصلة. بالنسبة للبصلة يعني بصلة كاملة يعني واحدة تكون كبيرة درتها دوائر. سامحوني بالنسبة للمقطع مني وضعت البصلة في الطاجين ما عرفش كيفاش ضاع ليا. غادي نوضع اللحم فوق منه كما تيبان لكم. غادي نحاولوا نقصوا على النار يعني هذا الطاجين غادي يطيب على نار هادئة. بالنسبة للخضر انا غادي نضيف البطاطا يعني اي خضر عندكم تقدروا تضيفوها. غادي نوضعها من الفوق ومن بعدها الوسط غادي نوضع جلبانة. بالنسبة للجلبانة يعني انا عندي كانت في المجمد وغادي نزوق من الجناب بالفلفلة الخضراء. يعني اي حاجة تقدروا تكون عندكم حتى القرعة الخضارية تقدروا تضيفوها تهي يا من الجناب ما شاء الله. يعني بالنسبة لها الطاجين تقدروا تديروا أي أنواع الخضر تكون متوفرة عندكم. أنا متوفر عندي هاد الخضر خصوصا يعني الأولاد يحبوا غير هاد خصوصا البطاطا. شديت طماطم قطعتها بهذا الشكل وضعتها من الفوق وغادي نوضع طرف ديال الحامض المصير من فوق وجلب عفوا الزيتون. يعني بالنسبة للزيتون اختياري غادي نوضعه من الفوق إن شاء الله. من بعدها غادي نوجدو التوابل. بالنسبة للتوابل عندي هاد الكاس ضفت فيه زيت زيتون يعني تقريبا واحد نصف كأس ديال زيت زيتون. غادي نوضع عليه شوية ديال الملحة الإبزار سكينجبير الكركم والبابريكا يعني التحميرة. هادو هما التوابل اللي غادي نضيفوهم بالنسبة لها الطاجين ومن طبيعة الحال التوم. بالنسبة للتوم أنا عندي تقريبا جوج ريوس ديال التومة أنا عندي كانوا في المجمد غادي نضيفهم ونحاولوا نحركوهم مزيان حتى يتجانس هذيك العطرية مزيان كما تيبان لكم. في نفس الوقت درت دايرة الماء تيطيب. بالنسبة للماء ما غاديش ندير كمية كبيرة. غادي نوضعوا هذا الخليط اللي صوبناه من فوق الخضر كما تيبان لكم. نحاولوا نفرقوا على جميع الخضر كما تيبان يعني باش هذيك اللي قامه تشرب وما شاء الله يعني ان شاء الله غادي ملي طيب هذيك العطريه اللي حنا درناها التوابل غادي تنزل وغادي تتجانس مع جميع الخضر كما تيبان. من الفوق شديت نصف بصله حاولت نديرها بهذا الشكل يعني ترونش بهذا الشكل من الفوق ومن بعدها هذاك الشيء اللي بقى لي شويه في الكاس ضفت عليه شويه ديال الماء ساخن. بالنسبه للماء حاولوا ما ديروش الماء بارد ضروري يكون الماء ساخن لان الطاجين لو وضعتي ليه الماء بارد يقدر يتكسر لكم.
كما بان لكم راني ضفت غير نصف كاس ديال الماء، يعني ما تنديروش الماء كتير، وضروري تنأكد بان الماء يكون شويه يكون ساخن. غادي نضيف تقريبا واحد الملعقه مملوءه ديال المعدنوس مقطع من الفوق. من بعدها غادي نوضع الورق الطبخ فوق الخضر والبلاستيك من فوق منه. هذه الطريقه هذه كما لاحظتوا بانني ما ضفتش الماء، غير هذاك البخار هو اللي غادي يكون لنا لاصوص ديال هذا الطاجين، يعني البخار تيرجع على هذيك الخضره وفي نفس الوقت تطيب. وتنأكد عليكم ضروري ديروا على نار هادئه باش يطيب على خاطره ويجي حتى هذاك اللحم ما شاء الله، يعني حتى هو تيجي طيب. ما تخافوش، يعني الخضر ولا اللحم كلها غادي تجي طيبه ما شاء الله عليها. غادي نغطيو كما غادي نغطيو ونخليه يطيب على خاطره. بسم الله ما شاء الله، بالنسبه للطاجين ها هو واجد. ما شاء الله تيجي معلك اللحم وفي نفس الوقت الخضره تكون طيبه وتيجي بنين، يعني حاولوا غير ديروا هذه الطريقه وان شاء الله غادي تولي معتمده عندكم وسهله في التحضير، ما تتاخذش بزاف الوقت. نتمنى هذا الفيديو المتواضع ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش باللايكات، وقبل ما تخرجوا ديروا اللايك وتفعيل الجرس للناس الجدد، ومرحبا والف مرحبا. ولقاؤنا القادم إن شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. في آخر هذا الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.